حد اتحرش بيكي؟ أيوة. أخيراً في حد تلجأي له. خريطة التحرش هي خدمة للإبلاغ عن حالات التحرش عبر خدمة الـ SMS أو رسالة قصيرة. لما تبعتلنا SMS بالواقعة على نمرتنا القصيرة 6069 بنرد عليكي بإرشادات عن المساعدة القانونية والنفسية المتوفرة. ومش بس كده، بنجمع الحالات اللي بتجيلنا على الخريطة على الإنترنت لتسليط الضوء على مدى انتشار المشكلة، وبنديكي مساحة آمنة تحكي لنا فيها على اللي حصل لك. ممكن برضو تروحي على الموقع مباشرة وتكتبي على اللي حصل لك على الخريطة. انت بتفيدينا بمعلومات بتساعدنا في حملتنا امسك متحرش، اللي فيها اكتر من 300 متطوع ومتطوعة بينزلوا الشارع كل شهر لنشر التوعية حول التحرش الجنسي وتشجيع المجتمع على التصرف الايجابي ورفض السلوك ده. ودي بس البداية. بمساندتك ممكن كلنا ننزل الشارع تاني ونتمتع بالاحترام والكرامة. انتي مش لوحدك، وفي بديل للشبشب.